ردد الآن يا بلادي نشيدي، ردديه على الدوام أعيدي، واملئ الكون فرحة وابتهاجا في نصرنا هذا المجيد. واقطع العهد إننا سوف نحيي ذكرى فبراير في كل عيد. ما أحيلاه نور صبحك هذا، أنسجي منه حلة للشهيد، وتباهي بكل حر همام قارع الظلم باصطبار فريد. واجه الموت كي تعيشي حياة في ذرى العز حرة دون قيد. واصل السير في دربه واستمري، لا تميلي عن دربه أو تحيدي. أيها الأحرار، أنقلكم إلى الشعر للحرف ثورة، للحرف ثورة، للحرف صولة وجولة. فمن الحرف تبنى ألف قصيدة، ومن الحرف يهدم ألف عرش. إلى شاعر فلقة الإشراق الفنية في محافظة إب، الشاعر الحر سفيان العراسي، أسمع له أقوى تحية. السلام عليكم. ما قد أقول وقد قاله من كان قبلي، ولا يسعني إلا أن ألقي عليكم هذه القصيدة. أيها التاريخ قف، أيها التاريخ قف واسمع القول البذيء، ويا قنوات الثورة على الكون انشري، ويا قنوات الثورة على الكون انشري. لو أقول في 21 فبراير كل ألفاظي تتيه، كلما أيعز إليها أطري فبراير وانصب فيه، تضطرب كل القوافي رهبة في الوصف فيه، تضطرب كل القوافي رهبة في الوصف فيه. فهو أكبر من معاني وسعها لا تحتويه، من يمدح غير فبراير مدحه يبقى سفيه، وشعره أشبه بخمر بات يعصره فقيه، وشعره أشبه بخمر بات يعصره فقيه. يا بلادي هاك ودي باسم فبراير عنوني، حظه في ربيعنا العربي نورا دون شك تعرفيه، ترحيل وجها قد سئمناه من بين الوجيه، وإطاحة نظام كان علي الطالح يعتليه، ترحيل وجها قد سئمناه من بين الوجيه، وإطاحة نظام كان علي الطالح يعتليه. لو أتى الثوار صفا واحدا كي ننتقيه، لكان أولهم ثوار اليمن والبقية من يليه. لو أتى الثوار صفا واحدا كي ننتقيه، لكان أولهم ثوار اليمن والبقية من يليه. وطني اليوم حرا بروحي سأفتديه، هذا وعد له مني أبدا لن أنتسيه، هذا وعدا له مني أبدا لن أنتسيه، وهو قولا له وحده لغيره لن أفنيه. ودعانا لكل شهيد أن ربي باللظى نار يقيه، ومحمد يوم حشر من حوضي أن يسقيه. وشكرا. للجرحى كلمة في هذا المهرجان، لمن أسرج من دمه نور الحرية والكرامة، ولمن سقى شجرة الثورة بدمه الطهور كي تزرع لنا يمن جديد، يمن الحرية والعزة والكرامة، يمن العدل والمساواة والشراكة الحقيقية، يمن النظام والقانون. إلى كلمة الجرحى ومع الثائر الحر عبد الإله حمود عبده، أسمع له أقوى وأحلى تحية. الحمد لله وقال إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم، والصلاة والسلام على أفضل من جاهد وبذل نفسه في سبيل الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أيها الثوار الكرام، ونحن نحتفل بتحقيق الهدف الأول ثورتنا المتمثل بإسقاط رأس النظام، وكلنا أمرا بأن يتحقق لشعبنا كل ما يتمناه كوننا حطمنا أرقاما قياسية في الصبر والتحمل في مواجهة كل الأزمات. وإنني لا أقول لكم مبروكا عليكم تحقيق أول أهداف لدورتكم، وأدعوكم إلى الاستمرار والصبر والمصابرة حتى تعملوا على تحقيق أهداف الثورة جميعا، والتي خرجنا جميعا من أجلها. وإننا نحن جرحى الثورة المباركة، وبرغم المعاناة التي نقاسيها، لكننا نقول سيروا ونحن معاكم، وسنستمر معاكم حتى تحقيق كل أهداف ثورتنا. وأدعو حكومة الوفاق الوطني إلى الاهتمام بأسر الشهداء والجرحى، فهم قدموا دماءهم من أجل تحقيق العدل والمساواة. وإنني لا أقول لكم الثورة ما زالت مستمرة،
وإنها لثورة حتى النصر، وإنها لثورة حتى النصر، وإنها لثورة حتى النصر. الله أكبر ولله الحمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إحنا اليمن بالسلم نتجاوب، وللحر وللحروب أولى الكرم. إحنا اليمن بالسلم نتجاوب، وللحروب أولى الكرم. تشهد تعز وارحب لنا كم يا شهيد كم يا مصاب. ومن اللواء الأخضر قوافلنا إلى صنعاء تهب، في عرس كنتاكي نقشنا العاصمة بالدم خضاب. في عرس كنتاكي نقشنا العاصمة بالدم خضاب. هذا الكلام مش من يا صنعاء، فما قمنا وجب، واحنا لكل واجب سوا، من عب ولا من وصاب. أيها الأحرار، أنقلكم إلى الشعر مرة أخرى، إلى الشاعر علي ناصر الهمداني، أسمع له أقوى تحية. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. الحاضرون جميعاً، إليكم هذه المقطوعة الشعرية. قال بواحد وعشرين شهر فبراير استعد يمن اعتباره والشياطين مصفدة. بواحد وعشرين شهر فبراير استعد يمن اعتباره والشياطين مصفدة، برغم الظروف القاسية حب واحتشد واجتاز بالصوت الظروف المعقدة. حسمها ببصمة خير إبهام لخير يد، وأختار بالمنصور هادي وعيده، وكان التصرف صح في صح لجل غد، وجنب يمنا نار حمراء مزودة بأهل العمالة زائد الجوع والنكد، وصان الوطن من شر عفاش ولجندة. وكان التصرف صح في صح لجل غد، وجنب يمنا نار حمراء مزودة بأهل العمالة زائد الجوع والنكد، وصان الوطن من شر عفاش ولجندة. وأول هدفها قد تحقق، ومن فسد سيلقى مصيره بعد تجميد الأرصدة. وهذه الحكومة لو تقصر بحق أحد نزعنا الثقه منها وتصبح مشردة. وهذه الحكومة لو تقصر بحق أحد نزعنا الثقه منها وتصبح مشردة. عليها من الآن أن تقدر من اجتهد، وتنقل صور تحرق بها كل مفسدة. عليها من الآن أن تقدر من اجتهد، وتنقل صور تحرق بها كل مفسدة. بإخلاصها باترجع الروح للجسد، وباتفتتح أبواب كانت مبندة. وشعب اليمن يصمد معاها كما صمد أمام الجمالي عام كامل وقيدة. وشعب اليمن يصمد معاها كما صمد أمام الجمالي عام كامل وقيدة. وغلطان يا بشار من لقبك أسد، قد الاسم هذا طاح من راسك بعده. وغلطان يا بشار من لقبك أسد، قد الاسم هذا طاح من راسك بعده. في بحر العرب لو هاج يغرق 100 أسد ومليون لبوة في ثواني محددة. في بحر العرب لو هاج يغرق 100 أسد ومليون لبوة في ثواني محددة. معمر رحل قد أغرق معمر، هو حسني وابو حمد وزيد، زايد انت يا أسد حان موعده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعلى الكل أن يكونوا عامل مساعد
للزعيم عبد ربه منصور هادي، لأنه واحد وحده لا يمكن أن يصلح بلد إذا لم تكونوا أنتم العامل الأساسي والمساعد لنجاح أي قرار، أي مرتفع كان صناعياً أو طبيعياً لا يمكن له أن ينهد من رأسه ولكن من ساسه. أنتوا والساس وقوة الرأس من قوة الساس، وشكراً لكم. أنقلكم إلى كلمة البرلمان، إلى كلمة أعضاء مجلس النواب، يلقيها الأستاذ أحمد يحيى الحاج، أسمع له أقوى وأحلى تحية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأبناء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم شهداءنا وأن يسكنهم فسيح جناته، ونسأله سبحانه وتعالى أن يشفي جرحانا وأن يأجرهم وأن يجمع لهم بين الأجر والعافية، إنه على كل شيء قدير. كما أسأله سبحانه وتعالى أن يكتب لكم السلامة حتى تكتمل الأهداف. وأقول يا شباب، إنكم قد قدمتم صدوركم وبذلتم دماءكم، وفرق بين من يتكلم وبين من يجرح أو يحصل له ما يحصل في سبيل هذه الثورة. ورحم الله عبد الله بن المبارك عندما قال الفضيل بن عياض: من كان يخضب خده بدموعه فصدورنا بدمائنا تتخضب. فدماؤكم أيها الشباب التي خضبت صدوركم لم يضيئها الله عز وجل، لقد جعلتم علي صالح المخلوع، وقد سمعتم هذه الكلمة بالأمس، وبدأت تتناول عبر وسائل الإعلام بأنه المخلوع. ونقوله كما قال الشاعر: ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء. علي صالح: إنما الميت من يعيش كئيبا كاسفا باله قليل الرجاء. وقد قال فيه الشاعر قبل ما في بداية التسعينات، اسمعوا هذا الكلام لتروا أنين الشعب المتقدم، أنين الشعب المتقدم من هذا الكابوس الذي رفعه الله عنا. قال الشاعر: أرى الأيام أكفان الليالي، أرى الأيام أكفان الليالي نعوشا فوق أكتاف الرجال، كأن منازل الدنيا قبور علي فوقها القبار والي. هذا الكلام لم يقل الآن، قد قيل في بداية التسعينات أن عليا كالقبار فوق هذا الشعب، وتعرفون ما يعمل القبارون فوق القبور. أيها الشباب، أيها الثوار، لقد أعدتم ملامح الأمة وأعدتم جسدها المتقطع الذي كان قد نصب نفسه عليه مجموعة من اللئام عندما كانت الشعوب بمثابة القصار، ولكن الآن شب القصار، فانتزعوا حقوقهم من هؤلاء الأزلام. لقد أعدتم للدنيا شخصية الأمة العربية فيما أصبح يسمى بالربيع العربي، وتعرفون ما معنى كلمة ربيع: خلع الربيع على غصون الباني حللا فواضلها على الكثبان. الربيع دائما يكسو الأرض، فأنتم بثوراتكم كسوتم العالم العربي، وأعدتم للأمة العربية اعتبارها والمكانة التي وضعها الله عليها أنها خير أمة، لأن القرآن بلغتها والرسول من أبنائها عليه الصلاة والسلام، وهي سيدة الفتح في العالم الإسلامي كله وفي الأرض كلها. أعدتم الآن الاعتبار أيها الشباب، وفي كل بلد
قد كان كما قالوا في كل قطر من بلادي باقر يبيح دم الإخوان والأخوات. لقد كان في كل بلد عربي من يبقر صدر الأمة، فأعدتم لملمة هذا البدن وجعلتم هذه الأمة بهذه المكانة. في كل بلد ثوار أعادوا لجسمها للقطعة من هذا الجسم قيمتها واعتبارها، وأسأل الله أن يتمم هذا البناء لتقوم أمة الإسلام لتستلم الريادة في الأرض كما كانت سابقا. ولكن أنتم أيها الشباب منعتم الأمة هذا الاعتبار وعدتم لها هذا الأمل. أيها الشباب، أيها الثوار، في مثل هذا العام زائدا قليلا ونحن معتصمون في بوابة مجلس النواب، وكان بعض من نراهم اليوم أذلة وقد ثقلت ألسنتهم عند الكلام يسخرون من بداية ثورتكم المتمثلة بتلك الصورة بالاعتصامات، وكانوا يقولون هذه مسرحية يريدون عملها. ها هي الآن عرف من كان يمثل على البلد، من كان يمثل. والله يا إخواني ويا أبنائي، إن كنت أتصور أن مجلس النواب بمثابة مسرح كبير، تلك المنصة عبارة عن مخرجين ممثلين على الشعب، وجاءت الأمور لتهتك الأستار تلك على أولئك، وظهرت الحقائق لو رأيتموهم بالأمس كما رأينا، ورأيتم من كانوا يتعصبون للباطل، وقد أصبحوا كانوا يعبدون صنما أصبحوا الآن متبينين لحقيقة الصنم الذي هو في مجلس النواب يعطى القسم نتيجة جهدكم وثورتكم لرئيس المجلس الجديد، وهو يصرح على المطار من أجل أن يجد لنفسه أي مناسبة يتكلم فيها. إخوة الإسلام، يا أبناء الثوار، لقد رسمتم ملامح هذا البلد، وأصبحتم الآن العصا أمام كل حاكم سيأتي يراها فيخرج دررة أو يغادر مكانه، لأنه يعرف أنكم له بالمرصاد. وقد رسمتم الطريق في أبنائكم ونسائكم وأحفادكم كيف يراقبون وكيف يأخذون حقوقهم كما أخذت الأمة حقوقها. لقد وليت عليكم ولست بخيركم، فإن رأيتموني على حق فأعينوني، وإن رأيتموني على باطل فقوموني. هذه بداية أمتكم وبداية قيادتكم يا شباب، لقد أعدتم لها مجدها وأعدتم لها مكانتها، ولله الحمد حققتم أول أهداف الثورة، وشاء الله عز وجل أن تحتفلون. وعلي صالح المخلوع الذي كذب على اليمن ردحا من الزمن، وشاء الله أن يخزيه. وما حركاته هذه يا شباب إلا خزي من الله له، وزيادة دردحة كما يقال في المثل العام في الكلام العامي، لأن الله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا. أنتم يا شباب الذين وفقكم الله عز وجل وقمتم بهذه الثورة، سواء محافظة إب الذي تحتفل اليوم، ونهنئكم كأبنائنا وإخواننا، وننقل إليكم تحيات زملائي وإخواني من أعضاء مجلس النواب الموجودين معنا ومن تخلف، فهم ينقلكم التحية وهم معكم بأرواحهم. ولكنكم أنتم مهما تكلم المتكلم فلن يكون كالأفعال، ولذلك لستم بحاجة إلى زيادة الكلام، فالكلام فالفعال هو اللي هي الآن تحدثه الأشياء. لذلك أختصر كلمتي وأسأل الله أن يوفقكم وأن يأخذ بأيدينا إلى ما فيه تحقيق الخير لليمن، وأوصيكم بالثبات ورد قول المتقولين، فإنكم أصحاب الحق، لم تحملوا رايات مبتورة كما حملها غيركم مفترح، وإنما حملتم راية حق وراية دين. أنتم الأولى برسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنكم مثلتم أمة ومثلتم رسالته. وعيب على من ينتسب إلى رسول الله ولكن يمثل رسول الله بالصورة التي نهى عنها. شباب الإسلام، الحمد لله أنتم متيقظون
وأنتم فاهمون لا تحتاجون إلى مزيد كلام، فنحن نتعلم منكم الفعال وأنتم تأخذون منا بعض الكلام. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.